مساء الخير. بنشكر حضراتكم على الحضور في ندوة مهمة لأنها تضم ثلاثة من أبرز الأصوات الروائية العربية المعاصرة. موضوع الندوة اليوم هو الرواية العربية ما بعد الربيع العربي وتجاوز المحظورات. سعيد جدا لأنه أنا على هذه المنصة مع ثلاثة من الأصدقاء الذين أعتبرهم من أهم الروائيين العرب الآن. أبدأ من اليمين بتعريف، أبدأ من اليسار من جهتي، أبدأ بالصديق العزيز الكاتب الروائي المصري طارق إمام الذي كانت روايته ماكبة القاهرة ضمن لائحة البوكر، جائزة البوكر العربية اللائحة القصيرة. وطارق إمام بالإضافة إلى ما نالته هذه الرواية من اهتمام هو حاصل على العديد من الجوائز في مصر، جائزة ساويرس وهي جائزة خاصة في أكثر من دورة، وجائزة الدولة التشجيعية في مصر للرواية، وجائزة متحف الكلمة في أسبانيا للقصة القصيرة جدا، وهي الجائزة التي تسلمها من ملكة أسبانيا قبل 4 سنوات. والكاتب الليبي الصديق العزيز محمد النعاس وهو أحدث وجه روائي عربي ونال هذا العام جائزة البوكر عن روايته خبز على طاولة الخال ميلاد، وهي رواية جميلة جدا. ومحمد النعاس بالإضافة إلى رواياته هو أيضا كاتب صحفي من لبنان يكتب في عدد من المواقع، هو أيضا يكتب المقالات الصحفية في عدد من المواقع الصحفية. وأخيرا يعني مضيفنا في هذا اللقاء الروائي العراقي الكبير علي بدر، وهو غني عن التعريف في العراق لأنه حاصل على عدد من الجوائز، أهمها جائزة الدولة في العراق وجائزة أبو القاسم الشابي وجائزة الكتاب الأجنبي في باريس. علي بدر له عدد كبير جدا من الروايات التي نالت اهتماما كبيرا، لعل أهمها بابا سارتر والطريق إلى تل المطران والركض وراء الذئاب. اليوم في حضرة الأصدقاء الأعزاء لدينا عدد من التساؤلات التي سنبدأ بمداخلات قصيرة من كل كاتب منهم، ولنبدأ بعنوان الندوة الذي يتقاطع مباشرة مع موضوع رواية طارق إمام الأحدث وهي مكتبة القاهرة، وأيضا يتقاطع مع رواية محمد النعاس. وكذلك الموضوع السياسي يبدو موضوعا رئيسيا في كل إنتاج علي بدر الروائي الخصب. طارق، أنت كتبت مكتبة القاهرة وفي وقت كانت تسود فيه روايات الديستوبيا في مصر، في اعتقادك ما هي الإضافة التي تقدمها هذه الرواية في تناول الموضوع السياسي وواقع مصر ما بعد 25 يناير؟ وكيف يعني صنعت تخيل مختلف لهذا الواقع الذي يبدو لقارئ الرواية المتابع أنه تم استنفاده تماما في روايات سابقة؟ بشكر الصديق العزيز سيد محمود الصحفي والكاتب والمثقف المصري الكبير، وسعيد بإدارته للجلسة، وبشكر معرض العراق الدولي للكتاب والمدى على هذا التنظيم الجميل وعلى الدعوة الغالية. السؤال مهم ومش سهل، لأنه
في هنا عنصرين صعبين جدا في, في, في السؤال. أول حاجة العنصر السياسي، الاشتباك مع السياسي في سياقات مش دايما بتسمح بالاشتباك مع السياسي في الفن، ده موضوع صعب أولا. ونمرة اتنين ثورة يناير في حد ذاتها أيضا موضوع صعب مقاربته لأسباب عديدة جدا. فأنا عندما تصديت لكتابة رواية مكتبة القاهرة كان عندي أكثر من تخوف، أبرزها بالتأكيد التخوف الجمالي، كيف يمكن أن تقارب السياسي من ناحية، وأن تقارب من داخل السياسي ثورة يناير اللي هي يمكن أكثر حاجة في مصر أدت لاستقطابات معروفة وقسمت الانتماءات، إزاي تعبر عن ده داخل نص روائي دون أن تفقدوا جماليتهم من ناحية، ومن ناحية تانية بتصدير السؤال المهم اللي أنا أعتقد أنه أحد أسئلتي المهمة في مكتبة القاهرة، دور الفن في مقاربة السياسة، دور الفن في المقاومة، دور الفن في الفعل في الشارع نفسه. لأنه أنا من جيل لم يعمل بالسياسة، وجيل نشأ لما بدأت أكتب في التسعينيات معك يعني عبارات مثل سقوط القضايا الكبرى، الالتفات للهامشي واليومي و النص الهامس، كل ده وكل دي أشياء أنا معها. لكن مع تطور وعي أو مع تحولاتي أنا الشخصية في الوعي كنت بتساءل يوما بعد آخر عن دور الفن، السؤال اللي ممكن كنا بنعتبره كليشيه، ولما جت ثورة يناير رجعته تاني، لأنه الجرافيتي كفن موجود على الحائط كان له دور، لأنه السينما المستقلة كان لها دور، لأنه في حاجات عديدة كان لها أدوار. أنا كنت في مكتبة القاهرة عندي حلم إن أنا أشتبك تماما وحتى الثمالة مع هذا السؤال السياسي، أشتبك مع أسئلة الثورة دون انحياز يخصني أنا، بقدر ما إن أنا أحاول أترك مساحات لكافة الأصوات إنها تتحاور، لكن في سياق نص جمالي يمتح من الديستوبيا مثلما قال السيد، لأن الديستوبيا هنا ملائمة، والديستوبيا في مكتبة القاهرة جزئية، هي مش نص ديستوبي بالكامل، هي في شريحة في النص ديستوبية يمتح من الفانتازيا والغرائبية لكشف الواقع أيضا، يعني وليس لأي شيء آخر، لأن الواقع بالأساس غرائبي. إزاي يبقى سؤال الفن نفسه جزء من سؤالي السياسي داخل نص واحد؟ شكرا الأستاذ طارق، وضع يده على ملاحظة مهمة تتعلق بالاشتباك مع السياسي دون التخلي عن الشرط الجمالي. وبالتالي السؤال في حالة محمد النعاس ذهب إلى منطقة أخرى متعلقة بتصور السلطة الموجود لديك في الرواية. عادة تصورتنا عن السلطة بتقتصر فقط على السلطة بمعناها السياسي، لكن في روايتك الممتعة السلطة هنا تصبح هي السلطة الأبوية. كيف يعني صنعت هذا التصور لتبحث عن مساحة لبناء مسار في نقد النموذج السياسي الشائع العربي؟ بادئ دي بدء، أنا سعيد جدا جدا يعني في حضوري للعراق، يعني بلد ارتبطت معه يعني منذ الطفولة، يعني منذ لحظة الولادة، يعني لأسباب لا يجب الحديث عنها الآن. يعني وسعيد يعني بتنظيم هذا المعرض الجميل ودعوتي، يعني وسعيد بحضوري أصلا حتى مع القراء العراقيين اللي هم يعني تخجل حتى من الحديث معهم عن من الكتب، من كمية المعرفة وكمية الشغف عندهم في القراءة. بالنسبة للسؤال أستاذ سيد، أنا لما جيت كتبت الرواية، رواية خبز على طاولة خال ميلاد، أول شيء الرواية محصورة داخل زمن سياسي معين في ليبيا، والزمن السياسي هذا في هذه السنوات فيه إشكالية معينة لدى الكثير من الكتاب الليبيين، فأما الكثير منهم يا إما يعملوا على شيطنة هذا الزمن السياسي وشيطنة الرمز اللي خلق هذا الزمن، أو يعملوا على تقديسه. فأنا ما حبيتش الفكرة هذه، حبيت ندخلها من فكرة الشخصية نفسها، يعني الشخصية شخصية بسيطة وعادية،
بس حبيت ايضا نلعب شويه يعني على 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 فكره السلطه اللي هي الهويه، هويه المجتمع الليبي داخل في صوره الاخ القائد. فتلقى الاخ القائد اللي هو الزعيم الليبي معمر القذافي تلقاه حاضر في فصول الروايه في كل مكان يعني، بس حاضر بيد خفيه يعني مش بوضوح، وهذا لأسباب عدة. السبب الرئيسي إن الرواية يعمل الحديث فيها يعني لميلاد لشخص يتحدث معه في ذاك الزمن، فيجب الأخذ في الاعتبار إن أخذ في الاعتبار إن الرواية أكتبها كأنني نشرتها في عام 2009 مش في عام 2021، وهذا خلاني نلعب شوية على موضوع اللي هي السخرية الصامتة أو السخرية الساكتة من الوضع السياسي داخل ليبيا، وكيف شكل عهد الجماهيرية الليبية الإنسان الليبي. فتجد مثلا الممارسات الاجتماعية التي شكلتها الجماهيرية، الممارسات حتى الثقافية واللي لها علاقة بالعمل وأسلوب العمل ونمط العمل وما إلى ذلك. فكان هذا كله لازم ينحط في الاعتبار في كتابة الرواية بنظرة الشخص الليبي البسيط اللي هو ينظر للقائد على أنه يعني شخصية يعني ينظر له أب للمجتمع، لأنه هو فعلا يعني كان أب للجيل بتاعه يعني. شكرا محمد النعاس. مفردة السخرية قد تكون واحدة من أهم المداخل لتناول أدب علي بدر. علي بدر كما تعلمون جميعا لديه مشروع واضح لإعادة كتابة تاريخ الثقافة العراقية عبر ما يقرب من نصف قرن وربما أكثر من ذلك. كانت يعني ظهر اسم علي بدر للعالم العربي مع رواية مهمة هي رواية بابا سارتر التي التقطت خيطا مهما يتعلق بتفكيك بنية الثقافة العراقية في لحظة تاريخية مفصلية تتعلق بالخمسينيات وعمليات الانتقال من زمن الملكية إلى زمن الجمهورية. علي، هل بتعتقد أن السخرية أو المحاكاة الساخرة أو أي نمط من أنواط التهكم هو أفضل مدخل لتناول موضوع سياسي مثل موضوع صورة الدكتاتور؟ بالتأكيد، يعني أنا أعتقد أنه السلطة دائما ترتكز على مفهوم الرصانة، على مفهوم الرزانة، على الوجه المتجهم. تتحول السخرية هنا إلى أداة سياسية لتفكيك السلطة وتضرب السلطة في أهم مفاصلها، هو المفصل المتجهم فيها التي يجعل منها شكل من أشكال الهيبة، وهذه الهيبة هي اللي تعطيها شرعية السيطرة على الآخرين وترويضهم. بالتالي أنا أعتقد أنه السخرية بالأساس جاءت يعني مع مفهوم الرواية. مفهوم الرواية جاء مع ربلي واقترح هو شيء يعني اللي يطلق عليه بالكرنفاليسك. الكرنفاليسك كان يقوم على الضحك والعنف والفوضى، وهذا يعني اطلاق الرواية بشكلها الأول كنوع من أنواع المشهدية كانت موجهة بالأساس لتدمير السلطات، سواء كان سلطات ثقافية أو اجتماعية أو سياسية. بمعنى آخر أن الهدف الأساسي من الرواية بوجهة نظري هي تفكيك السلطة، اي سلطه كانت. وبالتالي يعني لما ظهرت بالبدايه يعني احنا كان نتصور انه ظهرت بشكل عشوائي، لكن بالحقيقه انا بوجهه نظري اللي شكلتها هاي العقليات الاجتماعيه الشعبيه اللي كانت غير قادره فعليا على تدمير السلطه من الناحيه التقنيه، فارادت ان تعوض هذا التدمير عن طريق النص، عن طريق الادب، عن طريق البدايه الحكايه الشعبيه، يعني هاي الحكايه الشفهيه. فيما بعد لما تحولت الى نص تمأسست في إطار الرواية. الرواية المؤسسة الأولى السياسية بتقديري اللي قامت بالضبط تشكل مفهوم المقاومة.
انت تعرف واحده من 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 الاشياء الاساسيه اللي طرحتها ما بعد الحداثه هو تفسير السلطه، يعني عند فوكو، لكن اهملت شيء اساسي اللي هو فكره المقاومه. الحقيقه لم توجد سلطه بدون مقاومه، وبالتالي كان هذا العبء انا بتقديري تحملت الروايه من البدايات، وكانت عندنا بالعالم العربي اساسيه لانه ما كان عندنا علوم انسانيه، العلوم الانسانيه دمرتها اصلا السلطات، بالتالي جاءت الروايه كبديل للعلوم الانسانيه، هي تحوي السوسيولوجيا، تحوي السيكولوجيا، تحوي الانثروبولوجيا، وقامت بعمل انا اعتبره عمل نضالي سواء بتشكيلها الى حد هذا اليوم. شكرا علي بدر. مدخل افكار بختين حول الكرنفاليه وحول السخرية كأداة للتهكم من البنية السلطوية يدفع أيضا إلى العودة إلى طارق إمام فيما يتعلق بكفاءة الروائي لكي يتجاوز هذه الأفكار الذهنية. كيف يمكن للروائي أن يتجاوز هذا المعطى الجاهز ويتعامل مع شخصيات متخيلة يعيد تركيب العالم على دوافعها وتاريخها الدرامي الذي يصنعه؟ لأن من يقرأ مكتبة القاهرة سيجد يعني بنية تركيبية شديدة التعقيد وتتقاطع فيها أزمنة متعددة، لكنها أيضا فيها قدر كبير جدا من المتعة. وبالتالي هنا السؤال، كيف أفلت من ثقل الوعي النظري وذهبت إلى موضوع في هذه المتعة الكبيرة؟ ده سؤال مهم جدا، وأعتقد أنه من يعني إحدى مغامرات الرواية، وهي بتراجع نفسها، مش هقول بتطور يعني، هقول وهي بتراجع نفسها كلما تقدمت خطوة في التاريخ، هو سؤال يخص قدرتها على التهجين، التهجين بين ثنائيات أو بين متناقضات كان ممكن في أزمنة أخرى يكون الجمع بينها مستحيل، زي مثلا الجمع بين العنصر الإهامي بكامل قوته وعنصر كسر الإهام. احنا كنا دايما بنشوف ثنائية، يا إما فن يلجأ إلى الإهام يا إما فن يكسر الإهام. الآن الرواية تلعب على هذه المراوحة، أو تذهب قدما وتذهب بعيدا من أجل تأسيس هذه المراوحة. بالنسبة للجانب الذهني، الرواية بعدما كانت تفلت من ذهنيتها باعتبار ده عيب يعني، وباعتبار أنها لو لم تلبس الأفكار طوال الوقت لحما ودما سيصير ذلك من عيوبها، أصبحت الرواية تواجه عالمها الذهني وجها لوجه، لدرجة أن بقى في رواية نظرية مثلا بالكامل، أو أن بقى في رواية ذهنية من حيث المبدأ. أنا أميل لفكرة التهجين، لفكرة أن أنا ألعب على الحكاية وفي نفس الوقت ألعب على التوقفات داخل الحكاية اللي بتناقش الأفكار ولو بشكل نظري أو مجرد، وده بيعمل مش بس خلخلة للثنائيات، لكن ده كمان بيقدر يوصل للقارئ اللي عايز يبحث في الرواية عن عناصر أليفة. لأن أنا أرى أنه مفيش، في رأيي أنا، مفيش فن بيخلق شيء بالكامل كده أو من الزيرو. لا، في كاتب أنا بحبه اسمه جون فاولز كان بيعمل رواية تجريبية يعني بريطانية أو إنجليزية، اتكاءا ايضا على مفاصل الروايه الفكتوريه كان بيوظفها في نصه. انا بحب ده. انا مثلا بستخدم تيمات روايه الجريمه والروايه البوليسيه، ودي تيمات شعبيه او تيمات جايه من الادب التجاري في سبيل نص، هو في النهايه بالنسبه لي نص افكار. انا بميل لمناقشه الفن نفسه واسئلته جوه النص الفني فيما يعرف بالميتافيكشن يعني، او ان النص نفسه بيعري ذاته، لكني لا اتخلى ابدا عن الحكايه وعن الشخصيه الروائيه المكتملة. أعتقد أن رهاني أنا، وأعتقد أنه جزء من رهان الرواية الحديثة، هو كيف تذيب كافة الثنائيات والضديات الموروثة والمرعية من أجل خلق نص مراوح يعيد تعريف مفهوم الرواية نفسه، حتى مفهوم الشكل الفني نفسه. شكرا طارق. أعتقد أنه مهمة النعاس تبدو نظريا أسهل من مهمة علي بدر وطارق إمام، لأنه طارق عندما جاء إلى الكتابة كان هناك تراث طويل للرواية المصرية يمتد بامتداد القرن تقريبا، وبالمثل علي بدر في الأدب العراقي هناك أصوات روائية ذات منجز كبير،
وبالتالي هناك صعوبة في تخطي هذا المنجز وابتكار حل فني. الأمر يبدو مختلف لأننا يعني ليست لدينا المعرفة العميقة بخريطة الأدب الليبي، وبالتالي يبدو قدرتك على الحركة كانت أسهل لأنه ليس لديك هذا الإرث الذي يجعلك تتردد في مقاربة موضوع السلطة، سواء كانت سلطة سياسية أو سلطة ذكورية كما يتبدل القارئ من النص. هل قاربت هذا الموضوع بخفة أكثر من غيرك، أم أن الثقل السياسي نفسه الذي كان يضغط على المجتمع الليبي لسنوات طويلة كان يمثل هاجس أقوى من هذا التاريخ الفني الذي يعني لدى علي بدر وطارق إمام مهم أسهل في تخطيه؟ هو الشيء هذا هو يعتبر ميزة وعيب في نفس الوقت. يعني إن ليبيا توقفت لمدة 40 سنة، يعني توقفت عن الحياة، توقفت عن إنتاج الفن وعن إنتاج الأدب ونعزلت في داخلها. بس أنا نشوف فيها إن هذه المرحلة التاريخية هي مرحلة يعني تعتبر أهم مرحلة تاريخية في حياة المجتمع الليبي، وهي مرحلة يجب إعادة النظر فيها وإعادة الكتابة عنها. إعادة الكتابة عنها بمعنى الدخول لمدى تأثير السلطة في أفكار وعادات المجتمع نفسه. وأنا هذا نشوف فيه يعني هدف يعني في على الأقل في الكتابة، يعني نلاحظ في أنماط الكتابة دائما نرجع لمدى تأثير السلطة السياسية في حياة المجتمع وانعزاله عن نفسه وانغلاقه على نفسه، بل أيضا إلى تفككه إلى مجتمعات صغرى منعزلة. يعني فهذه نشوفها الحقيقة صعبة جدا، لأن أنا ما عيشتش هذيك المرحلة بفكر، أو ما عيشتهاش كشاب، عيشتها كفتى. يعني أعلى شيء يعني كنت يعني 18 سنة يعني لما انتهى حكم القذاف، فما أثرتش فيها نفس التأثير اللي أثرت فيه في باقي في الأجيال اللي قبلي. فهذه نشوف فيها يعني إعادة استحضار التاريخ، اللي هو إعادة استحضار تجربة جيل كامل اللي هو جيل بداية السبعينات إلى التسعينات، نشوف فيها صعبة جدا، بس أيضا ممتعة. المتعة إنك كل مرة تكتشف أثر جديد لهذه السلطة، يعني أثار أنت ما فكرتش فيها، يعني أثار في الملابس، في طريقة كيف يلبس الإنسان الليبي، كيف يتكلم، أثر حتى في رؤيته للعالم اللي حواليه، رؤيته حتى للأشجار والطبيعة. فهذه مغامرة يعني شوفها يعني جميلة، وأظن إنها هي حتستمر يعني في الأعمال القادمة، مش لأنه هو مجال يعني يعتبر أو تفصيل يعتبر مش مطروق عند الكثير من الأدباء الليبيين، بس أيضا لأنه زي ما تقول الإنسان الليبي لا يعرف من هو اللي يعني لا يعرف ماذا يعني الإنسان الليبي، وأنا أيضا إنسان ليبي، فدائما يعني نشوفها مغامرة إننا نتعرف على نفسي أكثر. يعني ما مدى تأثير 40 سنة من 1969 ل 2011 فيها شخصيا وفي إرثي؟ يعني سؤالي كان بالأخص حول يعني منجز الرواية الليبية قبل محمد النعاس، إلى أي مدى كان يعني يحول دون تقدمك في النص أو يدفعك للتقدم في النص أكثر؟ أنا غالبا ما فكرش في تجارب غيري، يعني تفكير جدي، يعني قرأت يعني قراءاتي يعني الأدب الليبي كبيرة، ويعني ممكن أغلب قراءاتي هي للأدب الليبي فقط، يعني التعرف على المجتمع نفسه. بس مع ذلك أنا لما مثلا نخطو نحو مشروع معين،
ما نفكرش في مدى ثقل هذا يعني هذا الميراث الأدبي أو الفني. شكرا محمد. علي، يعني عندما بدأت تجربتك كان النقد العربي قد كيف توصيفا للرواية العراقية وتحدث عما يسمى رواية الدكتاتور، إلى أي مدى أردت أن تبتعد عن هذا المفهوم أو تقترب من يعني هذه المراوحة الموجودة داخل نصك أو نصوصك الروائية في التقاطع مع الموضوع ثم الإفلات منه أو العمل على تخطيه؟ لو حبينا نضرب أمثلة من رواياتك عن تجربتك في التعامل مع الموضوع. أنا أتذكر ربما كان الموضوع السياسي أكثر إلحاحاً في رواية مثل الركض وراء الذئاب مثلاً. كان هناك ثقل الموضوع، اليسار العراقي، الملاحقات التي تعرض لها عبر تاريخه، ذهابهم إلى منافي عديدة. ثم عدت للموضوع ربما في عازف الغيوم وأشرت إلى تحولات مهمة مرت بها المجتمعات العربية وأوجدت نموذج المتطرف دينياً، وكيف هذا النموذج الآن أصبح في أوروبا نفسها. يعني أريد أن تفسر لي هذه المراوحة التي تجعلك تقارب الموضوع أو تهرب منه. يعني تقريباً ثلاث تيمات. شوف، يعني أنا بالنسبة لي أعتبر نفسي امتداد للرواية العراقية. فعلاً الرواية العراقية يعني ميزتها الأساسية كانت لها علاقة بتحليل السلطة، تحليل السلطة السياسية عن طريق تحليل القوى الفاعلة الاجتماعية الفاعلة، وهذا ظهر بقوة عند فؤاد التكرلي، عند غائب طعمة فرمان، عند مهدي عيسى الصقر، واستمر فيما بعد عند الرواية في الستينات. عندنا تراث حقيقي، يعني تراث سردي حقيقي. لما جيت أنا أريد أكتب الرواية كان هنالك نوع من فترة فراغ. الفراغ هذا ملأته الرواية اللي تأثرت بالرواية، طبعاً هاي فترة الحرب، يعني فترة الثمانينات. كثير من الروائيين أرادوا عدم التورط بإعطاء رأي، سواء كان خصوصاً اللي يعيشون في داخل العراق، سواء كان بالسلطة بشكلها المباشر أو على الأقل بالخضوع إلى اشتراطات السلطة في كتابة رواية. فكتبوا الرواية اللي اطلق عليها بالرواية الجديدة التأثر بألان روبغري، أي بمعنى رواية موضوعها تقريبا صفر، وتصبح الذات في داخل الرواية هامشية. أنا أردت أن أكتب، أنا أعود بالرواية العراقية إلى الواقعية الاجتماعية نفسها، الواقعية اللي كتبها ولكن بصيغة جديدة، بصيغة تقدر تقول عليها بوست مودرنزم أو بوست كولونيال ستديز. أريدت أن أعود إلى روايات فؤاد التكرلي، روايات غائب طعمة فرمان، روايات مهدي عيسى الصقر، لكن بشكل جديد. الشكل الجديد اللي بالنسبة لي هي مراجعة التاريخ الثقافي والاجتماعي والسياسي بشكل جديد، لأنه تاريخ أدنى سواء كان تاريخ سياسي أو اجتماعي بالعراق كتبتها السلطات، يعني أصبح مؤسسة، وهذه المؤسسة لها من القوة ولها من الفاعلية بحيث كانت مؤثرة تأثيراً بالغاً على الحياة الاجتماعية وعلى الحياة السياسية، لأنها بالنتيجة أنتجت أحزاب، وهذه الأحزاب السياسية عندها قوة وقوة فاعلة. بالتالي كان من الصعب مواجهة الأدب مع قوى سياسية، هذه القوى السياسية متمأسسة في إطار السلطة وفي إطار المعارضة. فأردت كتابة رواية لا علاقة لها بالجهتين، لكن تقوم بعملية مراجعة، مراجعة كلية لكل هذه الأنظمة اللي كانت موجودة. تلك الفترة طبعاً أنتجت كل الروايات اللي بتقدر تقول عليها لما كنت في العراق، يعني رواية بابا سارتر، رواية حارس التبغ، رواية الطريق إلى تل المطران. لكن بعد ما خرجت من العراق رحت إلى أوروبا، ظهر لي موضوع جديد هو كيف رؤية العراقيين لأوروبا للغرب. بالبداية كان بالنسبة إليه كيف رؤية الغرب من داخل العراق، لكن هذه المرة أردت تدمير فكرة الستيريوتايبس، أردت تدمير فكرة النظر إلى الغرب باعتباره منقذ، يعني سواء كان برواية الكافرة
المرأة كانت تعتقد أنه هي استغلالها الجنسي لسبب ثقافي كونها ثقافة شرقية، لما راحت إلى الغرب شافت نفس الشيء، نفس الاستغلال لكن بطريقة شوية جنتل، مو مثل الطريقة العنيفة اللي كانت تمارسها هنا. أي بمعنى آخر أن الثقافة ذكورية واحدة سواء كان بالشرق أو كانت بالغرب. نفس الشيء هذا الموسيقي اللي كان يتعرض إلى اضطهاد هنا راح هناك راح يتعرض إلى اضطهاد من نوع جديد تقريبا متشابه بهذا. أردت أن أدمر هاي الفكرة الأساسية اللي كانت تؤخذ على الغرب باعتباره الشكل الأسطوري لفكرة الغرب اللي عممتها سواء كان السينما، عممتها الرواية اللي يعني الرواية العادية اللي كانت تكتب، وبنفس الوقت اللي الرواية اللي كانت الشيطان الغرب، وجعلت من الشخصيات اللي هي شخصيات عادية. يعني هو احنا كان عندنا قضية أساسية بتقديري آني، سلطة صدام حسين بنت الشخصية العراقية على اعتبار انه شخصية عنيفة وشكلتها بإطار الشوارب السود، يعني صدام حسين بالضبط والحماية اللي المحيطة به. أنا أردت أدمر هذه الصورة اللي كانت هي صورة اعتبرتها ستيريوتايب سواء كان بالثقافة العراقية أو بالثقافة العربية عن طريق إنتاج صورة جديدة. يعني الشخصية العراقية شخصية ممكن تكون واهمة، ممكن تكون تسخر منها ولكن تحبها بنفس الوقت، يعني لا تكرهها، يعني شخصية عادية اللي أنا بالضبط شيء سميتها شخصية ابن الشارع اللي عنده نفس أوهام الإنسان العادي تشكل داخل الرواية، لكن هنالك بناء أساسي اللي أنا أعتبره اللي هو اسمه وعي العالم. كيف تشكل الرواية داخل وعي العالم؟ أي بمعنى كل المشاكل اللي كانت موجودة محلية أربطها بمشاكل عالمية سواء كان الكولونيالية أو النيوليبراليزم أو حتى تأثيرات موسيقى البيتلز، موسيقى الروك، مجموعة أشياء اللي تأثر على المواطن حتى وإن كان في الشرق. شكراً علي. أعود إلى طارق إمام بسؤال متعلق ب يعني طارق إمام نفسه. طارق إمام من الذين يمارسون الكتابة النقدية باستمرار، وبالتالي كان على وعي بمقاربة الكتاب المصريين لموضوع السلطة الاستبدادية، وهو على سبيل المثال كان موضوعا أساسيا مثلا عند رواية الستينات، لكن سواء صنع الله إبراهيم أو جمال الغيطاني أو حتى بهاء طاهر الراحل العظيم. أريد أن أسألك طارق، ما الذي يغري كاتب في عمرك بتناول موضوع سياسي، خصوصا انك كنت يعني بلغت قدرا كبيرا من النجاح في انواع اخرى تتعلق بروايات ذات طابع فانتازي فيها جانب غرائبي، ما الذي اغراك بالوجود في هذه البحيرة الآسنة التي تسمى السياسة؟ اول حاجة اللحظة التاريخية اللي اسمها ثورة يناير اللي وجدنا أنفسنا فيها، وكانت أول عمل سياسي لجيلي وتصادف أنه يبقى على الأرض مباشرة. يعني إحنا جيل لم يمارس عمل سياسي في أحزاب أو بخلاف أجيال سابقة زي جيل الستينيات أو جيل السبعينيات، فجيلنا أول ممارسة للعمل السياسي له كانت على الأرض وفي الميدان وأنت عرضة فعلا للموت وفي كلمة ثورة، فأنت جيت من الدار للنار يعني زي ما بيقول، وده كان مؤثر جدا فيا وانا فعلا في ميدان التحرير او انا بشوف مقدرات الثوره وما بعد الثوره وتبعاتها. طول الوقت بتساءل عن سؤال الفن، يعني لم يعد السؤال الاستطيقي منفصلا ابدا او السؤال الجمالي منفصلا ابدا عن السؤال السياسي، بقى الفصل بينهم مستحيل. كمان من جيل الستينيات زي ما سيد قال كان في روايات بتقارب سؤال السلطه باشكال مختلفه، في رواية السبعينيات الموضوع اختلف شوية، في جيلنا كان في شيء مهم جدا في مقاربة السؤال السياسي كمان، ان انت بتقارب هذا السؤال وانت مش مؤدلج، انت مش جاي من حزب يساري، انت ممكن يكون عندك ميل يساري بس انت مش جاي من حزب يساري مثلا، مش جاي من الحزب الشيوعي، بعكس كتاب جيل الستينيات اللي كانوا بيكتبوا ادب وهم بالاساس منظمين او اشتغلوا سياسة او عرفوا السياسة بشكلها المنظم، وبالتالي اعتقد ان مساحة الشك في 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 الكتابة اللي انا بكتبها في علاقتها بالسياسة مساحة اكبر، لان المساحة الدجمائية اقل، ومساحة اعتناقك لشيء عقائدي
أقل ومساحة السؤال أكبر، دون أن يقلل ذلك أبداً من منجز طبعاً الجيل الستينيات وما قبله وما بعده، لأن نجيب محفوظ نفسه اشتبك مع السياسي وثورة 19 و و و. فأنا بالنسبة لي كانت مكتبة القاهرة فعلاً نقلة في تحول وعي أولاً باتجاه قراءة العنصر السياسي كعنصر فني، وفي المقام الثاني باتجاه كتابة ده أو تحويل ده لكتابة تحاول أن تسأل نفسها وتسأل قارئة ما السبيل إلى قراءة هذا المشهد السياسي الشائك وفي داخله ثورة كبرى من خلال العنصر الفني، وإزاي المقاربة ما بين الفني والسياسي. يعني بمعنى رواية التعرية أو رواية كسر الإيهام، فكرة التعرية نفسها لم تعد شكلا، هي مرتبطة بفكرة تعرية المجتمع أو تعرية الواقع مثلا، فكرة مثلا أنه أنت بتلعب على زمن دائري جوه رواية زي ما كانت القاهرة، ما بتشتغلش على الزمن الخطي خالص. ده الموضوع هنا، الشكل، هذا الشكل للزمن أصبح هو نفسه انعكاس لفكرة الزمن العربي أو المصري الدائري، أن أنت بتعمل ثورة وبتتحرك وبعدين بتجد نفسك وصلت لنفس النقطة اللي أنت بدأت منها وكأن شيئا لم يحدث. أعتقد أن ثورة يناير نبهتني حتى لأشياء تخص كيف أنه الجماليات أو الشكل في الأدب يمكن أن يكون هو بذاته دلالة ولا يمكن فصله عن الدلالة، وكيفية مقاربة العنصرين دول داخل نص واحد بحيث ياخدوا الاستطيقي نفسه سياسي أو ايديولوجي وياخدوا السياسي نفسه مختبر جماليا. أشكرك طارق. أمامنا دقيقتين فقط وبالتالي سيكون السؤال إلى محمد النعاس هو السؤال الأخير. أكثر من شغل به الناس في تعاملهم مع روايتك يتعلق بالجانب النسوي في هذه الرواية. هل بتعتقد أن السلطة في عالمنا العربي سلطة ذكورية، وبالتالي على الرواية أن يكون منحازا إلى الصوت النسائي باعتبار الصوت مهمش طوال الوقت؟ سؤال صعب. هي اصلا هي كلمه، يعني رغم ان كلمه السلطه هي كلمه انثويه، لكن الفعل نفسه هو فعل ذكوري بحت، يعني فالسلطه ما تقدرش ما تكونش الا ذكوريه، يعني حتى لو وجدت مسانده النساء اليها، يعني في مجتمعات الغوريلا تعمل، يبدا الصراع ما بين اللي هو الألفا ميل القائد الرئيسي بين مع مجموعات أخرى، والنساء تعمل كدبلوماسيين بين الاثنين. لكن لو تجي جرد الموضوع هم ما لهمش يعني أي تأثير داخل المنظومة، يعني في نهاية الصراع ما لهمش يعني تأثير يعني قوي، يعني فمن الطبيعي يعني داخل الرواية أغلب السلطات حتى النسائية منها هي صادرة عن صوت ذكوري. يعني أشكرك جدا محمد، وأشكركم. أنا عارف أن أنتوا يعني أغلبكم يتطلع إلى ندوة تالية تخص أحمد الغندور أو الدحيح، لكن يعني قبل أن نذهب بكم إلى هذه الندوة أود أن أشكر يعني دار المدى على تنظيم هذه الأمسية وعلى تنظيم راقي جدا لمعرض العراق الدولي للكتاب، وبما أننا في العراق فكان ينبغي أن يعني يتخلى علي بدر عن الإجابة الأخيرة في هذه الأمسية بما أنه العراقي الوحيد الذي على المنصة. أشكر صديقي العزيزين محمد النعاس وطارق إمام وعلي بدر طبعا لأنه يعني دائم الحديث المشوق، وشكرا لكم، أشكركم جدا.